المشهد يوم الجمعة الماضي. أثار غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. أدت الضربات لمقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد من القيادات. لكن ماذا نعرف عن المباني المستهدفة والأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في هجومها؟ فريق بي بي سي لتقصي الحقائق قام بتحليل الصور ومقاطع الفيديو المتاحة. حددنا الموقع الجغرافي للهجوم في حارة حريك من خلال مطابقة أشكال المباني المدمرة مع صور الأقمار الصناعية. وأظهرت صور الأقمار الصناعية لموقع الانفجارات حجم الدمار الذي لحق بالمباني. وقد نشر الجيش الإسرائيلي صوراً تظهر الطائرات مقاتلة من طراز F-15I مشيراً إلى أنها شاركت في عملية الاغتيال. وفقاً لخبراء عسكريين تحدثوا معنا، فإن هذا النوع من الطائرات عادة ما يكون مزوداً بقنابل BLU-109، وتزن هذه القنابل 900 كيلوغرام، وهي لديها القدرة لاختراق ما يصل إلى قرابة مترين من الخرسانة المسلحة الأسمنتية. وهذا النوع من القنابل بالمناسبة هو قنابل ارتجاجية تستخدم ضد التحصينات، وعلى ما يبدو أن هذا يفسر أن قوات الجوية الإسرائيلية استخدمت هذا النوع من القنابل لضرب التحصينات التي كانت موجودة على الأرض. وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل استهداف ما يعتبره مواقع لحزب الله وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.